بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم صالح الخالد من المجلس المحلي لبلدة كفر حلب. نحن الآن موجودون الآن في مخيم كفر حلب. مخيم كفر حلب يتراوح عدد الخيم الموجودة ما بين 700 و800 خيمة، يعني 700 و800 عائلة موجودة في هذا المخيم العشوائي. هذا المخيم يضم من جميع المناطق في المحرر، من ريف حماة، من ريف حمص، من ريف حلب الجنوبي، من ريف إدلب، من جميع المناطق موجود في هذا المخيم. هذا المخيم بحاجة إلى جميع مستلزمات التدفئة وجميع مستلزمات الصحة والغذائية. عدد كبير في هذا المخيم يفتقد إلى التعليم بسبب عدم وجود أي جهة داعمة لأي موضوع تعليمي في هذا المخيم. هذا يؤثر على الأطفال من المتسربين من التعليم. ونحن بدورنا في مجلس قرية كفر حلب غير قادرين على تقديم هذا الموضوع لضعف الإمكانيات. ونتمنى ونناشد جميع المنظمات الإغاثة الإنسانية والقائمين على هذا الأمر بأن يساعدونا في موضوع تقديم هذا المخيم من مستلزمات الطبية والصحية والتعليمية والخدمات وجميع الأمور والطرقات وجميع الأمور. زين عاد أحمد من ترضمان، ناحية ترضمان محافظة حلب، صار 6 سنين مقيم أنا بالمخيم هذا، معدومين من المي، الخبز، كل معيشة الحياة. العالم جاعة تروح أكثر على المكبات، تعايشة على المكبات، ها على المكبات، والله العظيم على المكبات. يو بركيات ما بيغطى ليهن، الله يكون ملعون، ولا سفنجات ولا أبدا، حال يرثوا لها حال، الله يكون ملعون. يو وعلى الكشف تحت مكشوفة، شو عندك من حالنا؟ جاع نروح نعرف البطاطا أو نجيب على المكبة نروح تاني ناكل، الله يساعدني. يو مستوين خالصين، يوم خالصين ابدا. يجي من برا قاعد تاكلوا ياكلونه، ما يصلنا خالص، يوم ما يجي يصلنا. طرقاتنا بشعه، خبز ما بي، مي ما بي، ما بش ابدا.